اهلا بكم مره تانية، وهذه الفقره الحقيقه اللي بعتبرها يعني اهم فقره في البرنامج، لان هي الفقره دي اللي فعلا بتقدروا ان انتوا تعبروا فيها عن رايكم، بتتصلوا بينا، بتكونوا انتوا فعلا اصحاب الراي، واللي يعني بتاخدوا زمام المبادره في الكلام. السؤال اللي احنا طرحينه في هذه الفقره من البرنامج بيتكلم عن مساله ازمه نقص السلع وارتفاع الاسعار، من المسؤول عنها؟ هل فشل النظام اقتصاديا ولا مساله جشع التجار؟ الحقيقه في بعض الاعلاميين المحسوبين على هذا النظام اتكلموا في حلقاتهم بالامس واول امس عن او كانوا بيلوموا بشكل كبير التجار بسبب ان الحكومه افرجت عن ما يقارب 5 مليار دولار من المنتجات، خاصه تحديدا موضوع علف الدواجن وما الى ذلك، لكن رغم ذلك استمر ارتفاع اسعار هذه الاعلاف مره ثانيه وبوتيره كبيره خلال يوم او يومين. طيب خلينا نسمع مثلا واحد من هؤلاء وهو بيتكلم عن هذا الامر وبيحمل التجار مسؤوليه هذه الارتفاعات. سعر الصويا العالمي 710 دولار للطن، يعني لما تيجي تحسبها وتقعد تضرب كام؟ في حدود 17000 جنيه. طيب بيع يا سيدي ب 20000، ما بقولكش ما تكسبش، بيع ب 20000، لكن تبيع ب 29000 ليه؟ تبيع ب 25000 و26000 ليه؟ حضرتك ايه المكاسب دي؟ يبقى انت محتاج النهارده اجراءات ردع لمواجهه اي حد بيغلي اسعار بالطريقه اللي انا بكلم حضراتكم عليها. الاسعار زادت النهارده، يعني امبارح كانت سعر والنهارده سعر تاني، وفي الاخر المواطن يتحمل هذه التكاليف، في حين انه اتحاد الغرف النهارده بيتكلم على سلع بدات تنخفض بالفعل. على الفول بينخفض كام؟ الزيت بينخفض كام؟ عنده انخفاضات حصلت بتتراوح من 20 25 30 بتوصل لممكن 35% على السلع الغذائيه. طيب هذا مثلا واحد من هؤلاء بيقول ان التجار وجشع التجار هو المسؤول عن مساله ارتفاع الاسعار المبالغ فيه اللي بيحدث حاليا. طيب هل توافق على هذا الكلام ولا انت شايف ان الازمه اكبر من مساله التجار وان الموضوع متعلق في رقبه الحكومه مش في رقبه التجار؟ ده السؤال اللي احنا بنطرحه في هذه الساعه او في هذا الجزء من حلقه اليوم. احنا معانا ايضا فيديو اخر لكن بيتكلم هذه المره عن بيتساءل فيه ممدوح حمزه عن مساله من اين جاءت الاموال اللي هي الخمسة مليار اللي دفعتها الحكومه علشان تفرج عن بعض البضائع اللي موجوده في الموانئ المتعلقه هناك او العالقه هناك. وطبعا بنضيف احنا سؤال من عندنا بقى، طب وبقيه الفلوس هتيجي منين؟ خلينا نسمع الفيديو ده. مساء الخير. دكتور مصطفى مدبولي امبارح قال ان هم دفعوا 5.5 مليار دولار وافرجوا عن بضاعه في الجمارك وقال فاضل 9.5 مليار. لحد ما قال الكلمه دي كل اللي نعرفه ان مصر ما كانش فيها دولارات، كانش بيطلع مليم، مش قادرين يخرجوا، وكل اللي جه قرض بحوالي 280 مليون دولار اتدفع منهم، سوري 380 مليون دولار اتدفع منهم 314 و15، فاضل 30 40 مليون. منين جابوا ال 5.5 مليار دولار؟ انا بقى طالب مصطفى مدبولي يقول لنا جه المليارات منين، هل كانت موجوده وبيكذبوا علينا ولا راح بقى حاجه كده في الخباثه؟ المفروض نعرف شعب مصر يعرف منين ال 5.5 مليون دولار جم. شكرا. يعني ده مطالبه بانه عايز يعرف منين ال 5 مليار ونص جم. انا بقول بقى طب فين الباقي؟ هتجيب منين بقيه ال 9.5 مليار اللي هم لسه موجودين في المواني؟ وفي نفس الوقت برضه فعلا جبت منين ال 5 مليار؟ يعني هل مثلا الناس اللي ليها فلوس بالدولار داخل البنوك، هل هذه الفلوس ما زالت موجوده فعلا وانا كمواطن مصري عندي مثلا مبلغ من المال بالدولار داخل البنك اقدر ان انا اخده، ولا الفلوس راحت، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ ده سؤال الحقيقه مطروح، لازم الحكومه تكون شفافه مع الناس وتبين لهم بالظبط منين الدولارات وتبين لهم مصير اموالهم الموجوده داخل البنوك، خاصه اللي موجوده بالعمله الاجنبيه. طيب في ايضا يمكن فيديو اخر لاحد او احدى السيدات كانت بتشتكي من الغلاء الرهيب جدا اللي تم في خلال الساعات اللي فاتت في السلع الغذائيه. خلينا نشوف قالت ايه. يعني هل فعلا يا جماعه وصلت الاسعار للدرجه دي؟ يعني الواحد يعني من زمان بقى ولا ايه؟ يعني وصلت سعر ازازه الزيت 65 جنيه مصري؟ يعني الناس عايشه ازاي والله يعني؟ طيب خلينا نبدا ان احنا ناخد الاتصالات وناخد المشاركات بتاعتكم. اول متصل معانا وليد من مصر. استاذ وليد اتفضل. مساء الخير يا استاذ صالح. اهلا بيك استاذ وليد. رايك هل التجار هم المسؤولين عن الاسعار المرتفعه دي ولا الحكومه؟ طبعا استاذ صالح دي اكذوبه كبيره جدا، وبقول للاعلاميين اللي بيقولوا جشع التجار وكده اقول لهم والله انا عاوز حضراتكم كده تنزلوا على منافذ القوات المسلحه ومنافذ الشرطه امام وادخلوا كده شوفوا ازازه الزيت بكام وشوفوا السلع مع لسه معانا وليد؟ طيب نشكرك عامه، شكرا جزيلا. امبابي من مصر. امبابي اتفضل. عليكم السلام. عليكم السلام، اهلا بيك.
ازاي حالك عامل ايه؟ الحمد لله بخير، اهلا بيك. بقول لك، رايك مين المسؤول عن زيادة الاسعار دي؟ والله يا استاذ طارق، هو بالنسبه للفشل هم كلهم فشله، ولا عارفين يعملوا اي حاجه في البلد، مش شاطرين بس يرهبوا في المصريين. وبعدين اذا كان التاجر فاشل، طب ما التاجر ده مش فيه مراقبه، مش فيه حمايه المستهلك، ما يراقبوش على التاجر. التاجر اذا كان بيبقى جشع بالنيابه عنهم هم، طب ما هو انتوا اللي بتعملوا كده. انتوا عايزين تروحوا للفلاح تاخدوا منه الحاجه ببلاش، والفلاح غصب عنه بيروح يدي الحاجه للتاجر، ولان بياخدها بقى باسعار اعلى، فبالتالي يبيعها هو اعلى. فانتوا وفي نفس الوقت هم برضو بيسيبوه، لان ما فيش مراقبه يا استاذ طارق. يعني هم فشله في كل المشاريع، هم شاطرين بس. وعلى فكره الاسعار اللي انت بتسمعها، انت بتقول انا غايب بقى لي فتره ولا مش عارف ايه، دي الاسعار اللي انت بتسمعها دي اقل الاسعار. يعني الحاجات دي اللي انت بتسمعها دي اقل الاسعار، ده في اسعار اعلى من كده. يعني والله العظيم يا استاذ طارق، ده مصيبه. المفروض الناس دي والله العظيم، مين اللي هيحاسب مين؟ انت سمعت عن عصابه بتحاسب عصابه؟ لازم تسمع مجرم بيحاسب مجرم. كلهم يعني هم مش شاطرين غير في هم يزلوا الشعب المصري. هم عاملين، هم الحاجات اللي بيعملوها دي يا استاذ طارق دي مصيبه. مين اللي حاسب مين؟ دول مجرمين. حتى الفلوس اللي هم بياخدوها، اللي هم بيجيبوها من بره، بيحطوها في كرتشهم وما بيسدوش فلوس، ما بيسدوش حاجه للبلد. ده حتى الفلوس لو حد يسده، بيسدوا بس ايه؟ الفوائد بتاعت الفلوس اللي علينا. يعني دول شويه مجرمين وخونه. اذا كان شفت الاعلامي حتى واقف مع كامل وزير بيتكلموا ازاي؟ يعني كان هو اللي بيمل عليه. يعني هم شويه مجرمين وشويه خونه. اذا طيب، كان اعلام ولا مسؤولين طيب، احنا بنشكرك يا استاذ امبابي. شكرا، شكرا جزيلا ليك. الاخ عنتر من مصر، استاذ عنتر اتفضل. طيب حسن من ايطاليا، اتفضل استاذ حسن. عنتر لسه معانا؟ اهلا بيك يا اخ عنتر، اهلا بيك. شايف مين المسؤول عن ارتفاع الاسعار؟ سمعك اتفضل. سمعك، لسه معانا عنتر ولا مشيت؟ صوتك بيقطع. طيب خلاص، حاول تتصل بيه مره تانية. حسن من ايطاليا اتفضل. حسن أسامة، اهلا بيك. خش البشوش كده، ربنا يكرمك. شكرا، شكرا جزيلا. وسلم على الدكتور اسامه والف سلام عليه. ان شاء الله يوصل باذن الله. بص حضرتك يا استاذ اسامه، احنا كده فاهمين. انا عايز بقى ابعت رساله لشعبنا، شعب مصر. احنا فاهمين كل حاجه وفهمنا كل حاجه. كل يوم بنطلع بنقول نفس الكلام، الاعلام اللي هم اللي واكلينها، اللي هم واكلينها ومدمرينها، ولازم يدمر مصر، لازم يدمر مصر. خلاص احنا فهمنا كده. ارجو من كل اللي هيتصل واستحملوني، ارجو كل اللي هيتصل يبقى فيه فعاليه في الكلام. لا ما ينفعش كده. كل اللي يطلع يقول احنا ننزل له، وفي شرط يا ريت، وفي حاجه موجود يعني اتمنى يعملوها الشعب المصري. احنا في شهر، في يوم 11/11 الامن بقى كلهم نزل لهم. جميل، احنا عايزين نعمل حاجة جديدة جميلة، نتعب الامن بتاعه والكيس بتاعه. كل جمعة احنا نازلين البلد، نازلين الشارع كل جمعة. يبقى كده كده يحط الامن كل يوم، كل جمعة يقعد يلمهم. والله والله رأيك يا اخ حسن، ولكن يعني الحقيقة يعني يعني انت عارف مساله ان الوعي وان الناس تفهم وان الامور تتضح ممكن مهمه جدا، ودي وده يمكن واجب الوقت دلوقتي يا اخ حسن. بقول لك يمكن ده يكون واجب الوقت دلوقتي، وان الامور تتضح بشكل اكبر. لان انت شايف مثلا، او في ناس ممكن حد يقول لك والله يعني زي الكلام اللي انت بتقوله ده ممكن ينبني عليه ناس كتير تعاني بعد كده. ماشي، ارجو اديني الفرصه، ارجو لو سمحت دقيقه واحده. اتفضل. والله والله العظيم يا استاذ اسامه، لو كله يقول لك انا نازل الجمعه دي، الجمعه اللي بعديها ما ينزلوش، بس هو يلم الامن هيتعبهم. والله والله لو عملوها والمصحف يتفرجوا على قوات قتال مختلف. انا كل جمعه نازل، يا ريت يفكروا فيها، والمثقفين والناس اللي بتدعي للنزول. خلاص مصر بتتدمر اهو، ما قدامنا ايه؟ احنا طيب، وصلت رسالتك يا استاذ حسن، وبنشكرك شكرا جزيلا. معانا ابو انس من مصر. ابو انس اتفضل. تحياتي لك يا استاذ طارق، تحيه لاسره البرنامج ولشخصك الكريم والدكتور اسامه، شفاك الله وعافاك وترجع لنا بالف السلامه ان شاء الله. امين يا رب، شكرا جزيلا. بالنسبه للغلاء الاسعار والسلع اللي بتختفي من السوق، هو تعطيل عجله الانتاج. طول ما فيش انتاج طبعا لازم الاسعار حتزيد. والحاجه الثانيه الوسطاء، وبعد كده الحكومه
رقم ثلاثة، الوسطاء والسماسر اللي في النص، يعني الحاجة بتبدأ من 10 جنيه لغاية ما توصل للمواطن بتبقى ب 100 جنيه، ده بيسمسر وده بيسمسر. وجود حرامية والنهاردة مصر بنبارك لها اشترت طيارة ب 420 مليون دولار واحنا مش لاقيين رغيف العشنة، يعني بيجيبوا طيارات ويسكنوا في القصور واحنا ننام، حتى القبور بيبيعوا عنا بفلوس. يعني ما فيش اي حاجه في مصر سابوها الخونه الحراميه النصابين دول، يعني اللصوص. وبقت تقول الجيش بيعترض على بيع شركه صافي للميه ومش بيعترض على بيع قناه السويس، جيش ايه يعني؟ جيش العار. لا لا اسمح لي اختلف معاك يا اخ ابو انس، واحنا بنشكرك عامه، شكرا جزيلا، مشكورك شكرا جزيلا على مداخلتك، واختلف معاك في اللي انت قلته. الاخ ام احمد من مصر، ايوه ام احمد اتفضلي. ابو احمد اتفضل. تحياتي لحضرتك يا استاذ طارق، اهلا بيك، وتحياتي لفريق برنامج اخر كلام، وارجو انك انت توصل سلام للدكتور اسامه الف لا باس عليه. الله يسلمك، ان شاء الله يوصل. ووصل تحياتي للاستاذ محمد ناصر ان شاء الله. السؤال بتاع حضرتك، مين المسؤول عن ارتفاع اسعار السلع في مصر؟ اللي بينتجها واللي بينتجها هم مين؟ العسكر المحتل، يعني المحتل اللي احتل البلد، العسكر هو دلوقتي اللي بقى عنده قائد سلاح المكرونه وقائد سلاح الجمبري وقائد سلاح الخيار وقائد سلاح الخضار وقائد سلاح الطماطم، فالقادة دول هم اللي بيصدروا السلع للمواطنين، فهم اللي بيتحكموا في الأسعار، هم اللي بيغلوا، عندهم مزارع للدواجن بيصدروا البيض برضو للمواطن. فالدولة المحتلة دولة العسكر دي يعني واخدة الدولة دي كدولة استثمارية بتستثمر في الشعب، مفهوم الدولة عندهم مش ازاي؟ طيب احنا بنشكرك يا احمد، شكرا جزيلا. احمد من انجلترا تفضل. احمد من انجلترا سمعنا، اهلا بيك. أيوة تفضل. ايوه سامعك. السلام عليكم. عليكم السلام. او الف لا باس اولا على اسامه وان شاء الله يرجع علينا بالسلامه ان شاء الله. طبعا الفشل هو متعلق بالحكومه الكذابين اللي موجوده دي حاليا، يعني يعني احنا لو نبص للاشهر المعدوده اللي مسكها الدكتور باسم عوده بسم الله ما شاء الله، يعني عمل حاجات شغل جامد بدليل دلوقتي منتشر على فيسبوك الست لما تقول له الزيت ب 4.5 غالي والرز فين والحاجات دي. دلوقتي بص الاسعار عامله ازاي، دي حكومات قايمه على المسكنات لدرجه ان المسكنات انتهت مش جايبه نتيجه. دول حفنه كذابين ما بيفقهوش في اي شيء في اي حاجه نهائي، ما لهمش في اي حاجه. دول كل الحكومات العسكريه عامه المتعاقبه السابقه واللاحقه عليها من اول عبد الناصر لغايه دلوقتي كانوا فاشله، بس كان المسكن جيب شغل، مش ما كانش باين الفشل للدرجه دي. دلوقتي انتشر وباين بقى وباء، الناس مش عارفه لا تاكل ولا تشرب ولا تعيش ولا عارفين يشتروا حاجه. ده انت عارف لسه عارف فيديو لواحده ست بتصرخ عشان ازازه الزيت، شايفين ما الوقت. ايوه طبعا ما فيش فشل اكتر من كده. وشكرا جزيلا على الوقت. شكرا طبعا. شكرا جزيلا. دكتور مصطفى من مصر، دكتور مصطفى اتفضل. مساء الخير يا استاذ. مساء الخير، اهلا بيك. ازي حضرتك؟ انا الحقيقه يعني معترض على التايتل نفسه بتاع الكلام، هو فشل النظام او جشع التجار. هو ما فيش نظام اصلا وما فيش تجار بيقودهم نظام، احنا ما عندناش نظام اصلا، احنا بعنا مصر برخيص، احنا بعنا مصر بارجل الفراخ، احنا بعنا مصر بانتوا فقراء قوي، احنا بعنا مصر بان اللي يقول لمراته عوره انها تلعب بيها الكوره احنا تلعب بينا الكوره. وللاسف الشديد ان مصر العظيمه القويه بقت بتتبنى انها تصدر للعالم كله ان احنا بنتكلم على رغيف عيش قليل ولا جشع تجار ولا ناس مش لاقيه تاكل. الحقيقه دي اهانه شديده لمصر القويه العظيمه اللي مش ممكن انا متخيل ان انا عايشها ومش قادر استحملها الحقيقه. طب الحل ايه يا دكتور مصطفى؟ من وجهه نظرك الحل ايه؟ على المصريين كده. الحل ايه من وجهه نظرك؟ لا الحل ثوره شعبيه قويه، والناس دي كلها المجرمين اللي بيهربوا حساباتهم للخارج، واحنا عرفنا خلاص الموضوع كله ماشي ازاي. والناس دي لازم تتحاكم على ما فعلته بمصر القويه وخلتها في ذيل القائمه. امبارح انتوا بتقولوا مناشده السلام، لا 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 احنا مش في ذيل السلام بس، احنا في ذيل السلام والتعليم والصحه وال مش عارف اقول ايه. تمام خلاص، نشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى. الاخ ابو عادل من مصر اتفضل.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيك. أنا هسلم معاك، أو مش معاك أنت طبعا، أنت بريء. هسلم مع الكلاب الإعلاميين اللي بيقولوا جشع تجار جشع تجار، هما فيها فعلا ماشي جشع تجار. طب في دولة؟ في دولة؟ أنا راجل كنت عايش في إيطاليا، السجاير بتغلى كل 6 شهور مثلا 10 سنت، لحد الساعة 12 بالليل، احنا عارفين ان بكرة هتغلى، لحد 12 بالليل السجاير موجودة في كل الماكينات السجاير وكل التبكريات اللي هي محلات البقال، موجودة بنفس السعر بتاعها، بعد 12 بالليل بدقيقة بقت زادت ال10 سنت، لان في بلد، لان انا لما كنت بشتري علبه سجاير بطلع من المحل بيقول لي سكونترينو، بلاقي بتاع البرجيزه اللي هو بتوع التموين دولت، يقول لي سكونترينو الوصل فين؟ وصل السجاير. فاقول له ما خدتش، يبقى كده هيتحاسب صاحب المحل اللي انا اشتريت منه ب 25000 يورو غرامه وقتي. اقول له خدت قيمته، خلاص بيصدق على كلامي. انت واخد بال حضرتك؟ ايوه. فلازم يكون في دوله الاول عشان نقول جشع التجار. يعني اللي انت بتقوله، اللي انت بتقوله جشع التجار، طب امال انت فين يا دوله؟ ايه يا فندم، بقول لك يعني اللي انت بتقوله ان حتى لو احنا سلمنا مثلا جشع التجار، لو احنا قلنا مثلا جشع التجار، فبرضه فين دور الدوله؟ لو سلمنا ان جشع التجار، لو ايوه فين دور الدوله؟ الدوله بقى يا سيدي متفرغه لايه؟ زي ما قلنا استثمارات العساكر بيستثمروا، شغالين. ده المصيبه الكبرى ان تنزل يعني شركة تحت راية وزارة الإنتاج الحربي تلعب قرود، واحنا في يا نهار اسود. طب بلاش الإنتاج الحربي يا جدعان، يعني خلي الإنتاج الحربي ده متداري في السنين السوداء اللي احنا بنستورد سلاح وبنستورد مش عارف ايه، كل استيرادنا سلاح، صفقات سلاح صفقات سلاح. طب خلي وزارة الإنتاج الحربي متدارية، يدولها نسبة متدارة كده، انما تخش يا رغرة في الاستثمار، تخش تلعب قرود وتعمل. عملنا 3 مستشفيات لانقابة الاطباء المحامين، وعملنا 80 مدرسة، عملت ايه يا ماجد يا سيرتي؟ يا احول لواء احول في لواء احول. طيب احنا بنشكرك ابو عادل، شكرا جزيلا لمداخلتك. ابو هشام من مصر معانا، اتفضل ابو هشام. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. تحياتي لحضرتك يا استاذنا، وتحياتي لاسرة القناة بالكامل. شكرا جزيلا. هو عامة أزمة السلع في مصر أزمة مفتعلة، ومفتعلة للأسف من الدولة أو ممن يديرنا مصر. طب ليه بقى مفتعلة؟ إن إحنا كنا بنصدر. إيه الهدف يعني؟ ليه؟ هقول لحضرتك ببساطة، الهدف إفقار مصر وإذلال المصريين، ده بمنتهى البساطة، بدليل إن إحنا كنا من قريب بنصدر 500,000 طن رز، دلوقتي مش لاقيين الرز. كنا بنصدر حاجات كتير قوي، مصانع اتقفلت، الشركات اللي هي بتنتج وبتكسب فوق 500,000,000 في السنه بتتباع. فده واضح للي ما بيشوفش ان الهدف تدمير اي قاعده او اي شيء في مصر ناجح، بدليل ان كل شيء بيتباع الامارات، المواني اللي في السخنه والمواني كذا، ومينا دمياط، ومينا يعني مصر معروضه للبيع. ده حاجه يعني، والحل سهل على فكره، في ايدين الشعب. يعني حل ازمه مصر سهل جدا وفي ايدين الشعب. وانا بعرض الحل على الشعب المصري، ولو الشعب المصري حب يحل الازمه اللي هو فيها، في ايديه بمنتهى البساطه وبدون مظاهرات وبدون اي عنف وبدون اي شيء. لو ما عملش كده الشعب المصري يبقى يستحق الحكم الموجود، يستحق ابشع منه. والحل اقول لحضرتك في جملتين بساط. ايه هما؟ عفوا، بس انا كمواطن مش هدخل ابني يتجند في الجيش لمده 9 شهور. 9 شهور الشعب المصري يمتنع عن تجنيد اولاده، الجيش هيمشي عبد الفتاح السيسي و1000 زي عبد الفتاح السيسي. طيب. واذا ما مشاهوش يبقى مصر بلا مجندين، بلا عساكر. طيب. بلا خدم. العساكر بيروحوا الجيش خدم، أخ أبو هشام. مش مجندين. نشكرك شكرا جزيلا. الاخ عنتر من مصر، عنتر اتفضل. عنتر اسمعنا من التليفون ووطي صوت التلفزيون لو سمحت. الو. سامعينك، اتفضل. ايوه استاذ طارق، اهلا بيك. ازيك يا استاذ طارق؟ الحمد لله، اهلا بيك استاذ طارق. العمليه هنا مش نافعه خالص.
ده كيس الكمامة بقى بألف جنيه. طب ومين المسؤول يا أخ عنتر عن الموضوع ده؟ لا بتوع الزراعة يا أستاذ. بتوع النهارده أنا جاي كيلو رز النهارده ب 20 جنيه. جايب كيلو رز النهارده ب 20 جنيه. الرز الكيلو ب 20 جنيه. وعندنا البطاطس اللي الله من الارض كيلو ب 5 جنيه يعني ما بتجازيش تقويه ولا حديد ولا اي حاجه. اها. ما تتصرفوا لنا في الحكايه دي يا استاذ. قول يا رب، قول يا رب ان شاء الله يا حاج عنتر. نشكرك شكرا جزيلا. الاخت فاطمه من مصر، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا سيد الفاضل، ازمه مصر في وجود السيسي في الحكم وسكوت الشعب على اللي بيقول اللي بيحصل ده اصلا. يعني المال السيد بيعلم السرقه وبيت المهم الخرب قبل بيت الظالم. خلاص كلنا عرفنا واكتشفنا وشفنا والواقع مر على الارض دلوقتي. ان هو سرق الثوره والدوله علشان ينفذ مخططات الخونه والعدو بالحرف، يعني علشان كل ده يوصل للسلطه. يعني عمل شلل مدن، عمل شلل للحياه المدنيه بالكامل. ده مش فشل ولا غلطه ولا صدفه، دي كانت خطه ممنهجه ومدروسه لمحاصره مصر وتعجيزها ووقعها على فكره. يعني هو ما كانش كده، ما جاش كده عمل انقلاب كده وخلاص. كان راس المال ووقف عجله الانتاج ودخلنا في دوام سيسي. لا يا ناس، فين العقول السليمه؟ لازم الناس تفوق ولازم الناس تصحى. يعني بعد ما قعدنا برجول نور عناد ورجول الياقوت والمرجان، دلوقتي النقل رجول الفراخ وبيوعدنا باكل الشجر، مستنيين ايه يعني؟ نفخ الشعب ونفض جيبه وخد اللي طيب. فوق البلاطه. نشكرك يا اخت فاطمه، شكرا. نشكرك شكرا جزيلا لستك. وصلت. الاخ محمد من ايطاليا، اتفضل. السلام عليكم. ازيك يا استاذ طارق؟ عليكم السلام، اهلا بيك. ربنا يخليك. غلو الاسعار مش بسبب التجار، واحنا من امتى بنصدق الاعلام المصري؟ والاعلام المصري مصادر البلد طلعت من يومين قالت لك الدولار في السوق السوداء ب 25 جنيه وهينزل. والاستاذ يوسف الحسيني طلع قبل كده قال لك اللي معاه دولارات يروح يوديها البنك عشان الدولار هيبقى 15 جنيه. واحنا من امتى بنصدق الاعلام؟ الاعلام قبل كده قال لك كورونا وازمه كورونا هي السبب، ورجعوا قال لك ده اوكرانيا هي السبب. دلوقتي دخلنا بقى في التجار هي السبب، التجار مش هي السبب. والحاجات اللي افرضوا عليها في المهونه دي، الفلوس جت منين؟ الفلوس دي جت من 5 مليار دول جم منين يا استاذ طارق؟ ده قرض سريع، ده قرض سريع، خدوه قرض سريع بعالي الفايده جدا جدا عشان يضحكوا على الناس وقبلكوا يكتبوا على شويه حاجات صغيره كده ومش عارفوا يطلعوا الباقي. خد بالك ازمه الاسعار دي مش بسبب التجار العاديين، ازمه الاسعار بسبب ان احنا عندنا مكانه ولا عندنا دولار ولا عندنا بنصنع حاجه. احنا عبقريه 70% من محتاجات مصر بنستوردها من بره وما عندناش دولار. طيب. والدولار عالي عشان كده الاسعار بتزيد. وصلت سيادتك يا اخ محمد، نشكرك شكرا جزيلا. معنا ابو كريم من مصر. ابو كريم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. ازيك يا استاذ طارق؟ والف سلامه للدكتور اسامه. الله يسلمك ان شاء الله باذن الله. امين يا رب. والله يا دكتور، يا استاذ طارق، اللي بيحصل ده كله كلام استهلاك. يعني كل يوم بنسمعه وكل يوم بنشوفه، مفيش اي حركه بتحصل ولا اي خطوه بتتم على الارض. والشعب زي ما يكون خلاص ارتاح للوضع ده ومستني شعب تاني يتحرك له عشان يغير الوضع اللي هو فيه. فطبعا ما فيش حاجه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا كان عايزين يغيروا تغيير، اول حاجه يصلحوا حالهم، يصلحوا نفسهم الاول. نمره واحد. نمره اتنين، يشوفوا طرق الرفض او الاعتراض السلمي كتيره جدا. في عصيان مدني، في امتناع عن انا يعني افضل ماشي في التيار اللي هم عايزين نمشي فيه. دلوقتي الحكومه عايزه، الحكومه مبسوطه باللي يحصل ده كله للمواطن. خلاص خلوهم يهبهبوا كل شويه، خلوهم يطلعوا اللي عندهم كل شويه، يعني يفرغوا الشحن اللي عندهم في القنوات الخارجيه، والامور ماشيه زي ما هي. مفيش حاجه بتتغير ولا حاجه تتغير. يعني ولا حاجه تتغير، لان اصلا الفاعل في الموضوع نايم او ميت. الشعب هو اللي هو عمل كده اول حاجه، هو عمل كده في نفسه لما طلع يطبل ويهيص ويزرغط على الناس اللي ماتت والناس اللي عملت. فهم بيشربوا المر اهو.
يعني الحمد لله انا مش محتاج يعني مش محتاج اتكلم في اوضاع اسعار وكلام، الناس كلها شايفه كل حاجه وواضحه كل حاجه. يمكن يكون الشعب يا اخو كريم، يمكن يكون الشعب مقهور وقبضه، يمكن يكون الشعب مقهور وقبضه القهر يعني اكبر من اي شيء. يا استاذ طارق ما فيش حاجه اقوى من الشعب، الشعب هو السيد، هو اللي هو اللي بيغير، هو اللي بيعمل كل حاجه، ما فيش حد بيعمل حاجه غير الشعب. يعني اذا كانش الشعب فاعل في الموضوع، طب مين اللي هيكون الفاعل؟ اذا معلش الجيش مرتاح للوضع اللي هو فيه، واخدين بدلاتهم واخدين امورهم، امورهم تمام، مش محتاج يغير حاجه، ده بالعكس الوضع ده بالنسبه لهم مناسب جدا. الناس المتضرره دلوقتي هي اللي عليها انها تغير، هي اللي تاخد خطوات على الارض، انما تقعد بشكل كده متكتفه الايادي وقاعده تصوت على النت وخلاص وتولول وتشتم وتعمل، طب ايه اللي هيحل بقى؟ مش حاجه تحل، هنخش من اسوء من سيء لاسوء. طيب وصلت رسالتك اخ ابو كريم، مشكورك شكرا جزيلا. ابو يوسف من ايطاليا، اتفضل ابو يوسف. ابو يوسف معانا؟ اما ايه مع حضرتك؟ اتفضل مع حضرتك. تكملة لكلام أخونا أبو كريم ورد حضرتك عليه، كل اللي بيقوله صح، إن الشعب عليه جزء كبير من الحمل ده، وطول ما آسف يعني مثلا الشعب، طول ما الشعب ساكت هيتم يحط على ظهره كمان وكمان. أكتر من كده أنا كنت في أجازة في مصر 11-11 وشفت الوضعية كلها، البلد كلها كانت سخنة على السريع تقريبا كانت ست ساعات. اكتر من اللي بيحصل دوت، احنا حرب اوكرانيا والكلام من ده كله، احنا البلد الوحيده اللي ما قفلتش ولا عملت حجر ولا عملت اي ولا عوضت شعبها باي شيء. الشعب ساكت هيتم ياخد على دماغه اكتر واكتر، كل حاجه بانت قدامي، قتل الشباب واللي بيحصل وسجن والمعتقلين واخواتنا وكل الناس دي، وبيع البلد والاقتصاد واللي كل اللي بيحصل، الواحد حقيقي مش لاقي كلام يقوله لان الكلام كتير ومفيش وقت ان يعدد كل حاجه. بس الشعب طول ما هو ساكت انت فاتح لك نافذه انك تشتغل السيسي تعمل السيسي، بعدين ايه الجديد؟ في 11-11 انا كنت ماشي بعربيتي اقسم بالله مستني اي شيء، انا كان بيركب معايا بعدها بيومين اثنين كان بيركب معايا امناء شرطه من منطقه من حوالينا جاي من القاهره، بيقول لك احنا في يوم قبل 11-11 بيوم زود كل واحد فيهم مرتبه كان 2000 و3000، اولا كله متضايق، حتى اللي بياخد 10000 لا قادر يعيش ولا حد قادر يعيش. يا جدعان ازمه مصر في البني ادم الوسط اللي ممكن اسف. طيب احنا بنحافظ على اللفظ ده يا اخ يوسف. طيب وصلتك وصلت، احنا بنشكرك شكرا جزيلا. معنا ابراهيم من الكويت، ابراهيم تفضل. ابراهيم سمعنا؟ طيب معنا ابراهيم من الكويت معنا ولا فصل؟ طيب معنا كريم من مصر، كريم تفضل. استاذ طارق اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام، اخبار حضرتك؟ تمام الحمد لله بخير، اهلا بيك. استاذ طارق، هو الناس زعلانه ليه؟ عايز اعرف بس، يعني هو سؤال بس عايز اعرف، وعايز يعني يا ريت الاقي اجابه. هي الناس كانت متوقعه ايه؟ يعني ده ربنا حتى في القران قال لك وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بما كانوا يصنعون، احنا اللي صنعنا ده بايدينا، واحنا لو الناس رقصت وفرحت وقالوا ايوه الدكتور مرسي ارهابي ارموه في السجن مش عارف ايه، ده كله ذنب باسم عوده. باسم عوده يومتها الست اتكلمت معاه، ازاز الزيت ازاي ب 3 جنيه؟ كيس السكر ازاي ب 2 جنيه ونص؟ الناس مش لاقيه تاكل، فين الست دي دلوقتي؟ عايز اعرف بس انا فين الست دي دلوقتي؟ الناس زعلانه من ايه؟ مين انتوا اللي جبتوه بايديكم؟ انتوا من اول يوم ما شفتوهوش عمال ياخد قروض في قروض في قروض، والاسعار بدات تزيد، وتعويم جنيه شغال من 5-6 سنين ولا حد قادر يتكلم، زعلانين من ايه؟ انتوا كنتوا فاكرين ايه؟ كنا فاكرين هينقل مصر النقله زي ما الاعلام المصري بيصور لكم؟ طول ما انتوا بتصدقوا الاعلام المصري خلاص يشربوا، بالعكس ما حدش هيقف تاني. عشان يكون في علمك يا استاذ طارق، الناس اللي جابته، الناس اللي فرحت، الناس اللي نزلت ورقصت في اللجان،
وربنا يخلينا الريس. ايوه ارمي الدكتور مرسي في السجن، ده راجل ارهابي. طيب طيب راجل مش عارف ايه. عامه يا كريم يعني رسالتك وصلت واحنا بنشكرك على مداخلتك، وطبعا مش كل الناس اختارته، يعني هو طبعا يعني مسرحيه وفي ناس صدقتها للاسف، والان الوضع اتكشف وكل شيء اصبح باين. معنا ابراهيم من مصر اخر متصل. ابراهيم اتفضل. ابراهيم سمعنا. استاذ طارق اهلا بيك، تحياتي لحضرتك، تحياتي لحضرتك واسره البرنامج ولاسره قناه مكملين، وتمنياتنا للدكتور اسامه بالشفاء العاجل ان شاء الله. امين يا رب. شايف مين المسؤول يا اخ ابراهيم؟ موضوع ان غلاء الاسعار اللي موجود في الدوله ده الموضوع في بيتلخص في حاجتين. دوله مش عارفه تدير، لان دي دوله انقلابيه من بدايتها لان شاء الله لحد اما تيجي نهايتها. فهم مش عارفين، لا عارفين يراقبوا اسواق، ولا عارفين يديروا دوله، ولا عارفين يحافظوا حتى على تراب البلد. بالامس القريب كانت ترن وصنافير، جه بعديها نهر النيل، جه بعديها قناه السويس، لحد ما دخلنا في جنينه الحيوانات. والله اعلم بكره هيوصلنا هنوصل معاه لايه. يعني احنا مش عارفين بكره احنا هنوصل معاه لايه. امبارح كان بياكلنا رجول الفراخ، يا عالم بقى بعد كده هياكلنا لحمنا احنا ولا هياكلنا ايه؟ يعني احنا مش عارفين احنا رايحين فين. احنا دخلنا نفق اسود ومش عارفين نخرج منه. بسبب مين؟ بسبب الحريم اللي نزلت رقصت في 30/6 والرجاله اللي صدقته. طب احنا ذنبنا، احنا من البدايه واحنا ضد الراجل ده قلبا وقالبا، ده جاي على ظهر دبابه، احنا نروح فين؟ طيب احنا بنشكرك يا ابراهيم، شكرا جزيلا لمداخلتك معانا، وده كان اخر متصل في حلقه اليوم. والحقيقه يعني هو انا بس هختم برساله بعتها احد المتصلين على الواتساب، بيقول الحكومه مترهله ولا تقدر على اتخاذ اي قرار، لان الحاكم واحد فقط هو السيسي، ولا رقابه ولا محاسبه ولا اي شيء. الحقيقه يمكن برضو بيلخص كلام كتير الكلام اللي قاله ده، يعني لا مراقبة ولا محاسبة، وحكم الفرد المستبد اللي بيختزل عقول 100 مليون إنسان في عقل واحد بس، ما يقدرش حد يقوله لا، ما يقدرش حد يعترض على كلامه، ما يقدرش حد يحاسبه بعد هذا القرار اللي خده وما إلى ذلك. وللأسف عقل الفرد والمستبد لا يصل أبدا بالبلد إلى أي خير ولا إلى أي نجاح مهما حصل ومهما حاول. ويعني 2013 بدأت المعاناة، النهاردة احنا في أول 2023، 10 سنين تقريبا، دخلنا في السنة العاشرة. متى تنتهي عشرية مصر السوداء؟ نشكركم شكرا جزيلا، نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.